خبر هام، ربما هو تحصيل حاصل. فقد أدى السيد اللواء عباس كامل أمس الخميس اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس لجهاز المخابرات العامة المصرية، وإلى جواره أدى اللواء ناصر فهمي اليمين كنائب لرئيس الجهاز. تعيين اللواء عباس كامل في منصب رئيس المخابرات العامة جاء بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا في 18 يناير الماضي بتكليفه بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة لحين تعيين رئيس جديد للجهاز. بالتأكيد في هذا الوقت عندما صدر هذا القرار كان طبيعيا أن يصدر في هذا الوقت. اللواء عباس كامل له تاريخ طويل سواء في المخابرات الحربية أو في موقع مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية. تقرير ثم نعود إليكم مرة أخرى. أدى اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيسا لجهاز المخابرات العامة، وارتبط اسم اللواء عباس كامل باسم الرئيس السيسي منذ عدة سنوات، حيث عمل معه طوال السنوات الماضية في مناصب هامة. وجاء تعيين اللواء عباس كامل في منصب مدير المخابرات العامة وبشكل رسمي بعد نحو 6 أشهر قضاها كمكلف بتسيير أعمال مدير الجهاز، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراره في 18 من يناير الماضي بتكليف مدير مكتبه اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة لحين تعيين رئيسا جديدا للجهاز. المدير الجديد بجهاز المخابرات العامة تخرج في الكلية الحربية ثم خدم بصفوف القوات المسلحة وعمل بجهاز المخابرات الحربية، وكان قد شغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومن قبله كان مدير مكتبه في وزارة الدفاع، وذلك بعد تدرجه في الوظائف بجهاز المخابرات الحربية. كان أول ظهور رسمي للواء عباس كامل حين كان بصحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أداء اليمين الدستورية، وجلس بجوار الرئيس المنتخب في طائرته التي أقلته إلى مبنى المحكمة الدستورية بالمعادي، فضلا عن تواجده بمقر المحكمة الدستورية وقصري الاتحادية والقبة أثناء حفل التنصيب. كثيرا ما كان ظهور اللواء عباس كامل مرتبطا بظهور الرئيس السيسي ذاته، حيث كان يرافقه في العديد من الجولات الخارجية والداخلية بحكم منصبه وبحكم العلاقة الطويلة التي جمعتهما في العمل معا. يتمتع اللواء عباس كامل برؤية مخابراتية قوية، وكان الظهور العلني الأول له بصفته في قضية التخابر مع قطر، حيث استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بصفته رئيس لجنة فحص الأحراز في القضية المتهم فيها محمد مرسي وعشرة من قيادات الإخوان بتهمة تسريب وثائق الأمن الوطني لقطر. وحضر بصفته رئيس لجنة الخبراء التي وضعت تقريرها عن أحراز القضية فيما يتعلق بمستندات الأمن القومي المرسلة لمرسي بصفته رئيس الجمهورية الأسبق إلى مقر المحكمة. وذكر عباس كامل في شهادته أنه أثناء الفحص وعمل اللجنة تبين عدم وجود دفاتر لتسجيل أي مكاتبات واردة من الجهات السيادية إبان فترة تولي المتهم محمد مرسي رئاسة الجمهورية. بالأمس